السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو رياكت سوشيال نتورك. في الجزء السابق كنا حبسناها في قلنا في لا موديفيكاسيون، فاش كيبغي يعني الشخص او اليوتيزاتور اللي كونيكتي يموديفي الكسميت ولا يموديفي البروفيل ديالو. فغادي نزيدو قلنا واحد ليماج هنايا، وعاد نزيدو الانبوت اللي غادي تخلينا نموديفيو حتى ليماج. فغادي نزيدو واحد الاي ام جي، فغادي نزيدو واحد الطاغ اي ام جي، نزيدوها هنايا فوق هاد الانبوت هادي. فغادي ندير واحد ديف فورم جروب، نشوف حولوا هذه حولوا هذه من جافا سكريبت. فعندنا قلنا فورم جروب سيدي، غادي نزيدو واحد الاي ام جي، نعطيوها كلاس اي ام جي فلويد، ونعطيوها الراوندد بحال اللي درنا في البروفيل. وهنا في السورس غادي نعطيوها ليماج، فليماج غادي نجيبو نفس داكشي اللي عندنا في البروفيل. كنا زدنا ليماج هنايا ياك، هي هادي واقيلا، هي هادي. غادي نزيدوها وغادي نجيبوها وغادي نزيدوها ها هنا، نزيدوها هنا. واليوزر اي دي فراه ديجا كنظن بانه ريكيبيريناه، هو هو هدا، فزدناه هو هدا هنايا. وبالنسبة نشوفو نعطيوها الويدث اللي هو العرض، نعطيوها غي 50، ولا نعطيوها دابا حيت دابا غادي تبان خصها تبان أكبر. والهايت نعطيوها حتى هو 200. فدابا إلا أونروجيسترينا نشوفو شنو عندنا تمايا، وعاد نزيدو الانبوت اللي غادي تخلينا عاوتاني نريكيبيريو ليماج باش نموديفيوها. فكنعاين غير انا يعطينا هنايا حصه عاوتاني النار الحراره مفرطه جدا، يعني راه دابا عرفتي راه سودونس. شوف شحال عندي هنايا سودونس، سيدي سودونس دابا ديال الصح عندي هنايا سيدي 28 درجه الحراره، راه دايرين هاد النار غادي تكون 41. المهم كيما كتشوف هنايا، ها هي ليماج ديال البروفيل ديالي بانت هنايا. حيت الا مشينا للبروفيل ما لا لا ما شفتو الصباح، ما عرفتش هادشي بان لي بحال لي شفت، ما عرفتش يدي انا يدي ماشي هي هاديك ولا كيفاش. المهم هادي هي ليماج، تي نفس ليماج اللي زدنا هنايا. دابا غادي نزيدو الانبوت الا بغينا نموديفيو داك ليماج هاديك. غادي نزيدو عاوتاني واحد ديف واحد اخر، وهاد الديف هذا غادي تكون فيه الانبوت اللي غادي نموديفي بها ليماج. فعندي هنايا التيب ديال الانبوت غادي يكون فايل، وباش بلا ما ي... باش فاش يسيليكسيوني لوتيليزاتور ما نعطيوش لوبسيون ديال انه يعزل شي حاجه اللي مغير ايماج. غادي نديرو ايماج سلاش هكذا سلاش اكسبت، هاد اكسبت هادي يعني غادي تافيشو، غادي يتاكسبت غير لي زيماج. ايوا سيدي وشنو اخر صافي. والنيم نعطيوها ايميج، لا فالور ما عندنا ما نعطيوها، راه خصك تعطيها ايماج. علاش؟ حيت راه كنطيستو هنايا على السميه هي، يعني الا كانت السميه ايماج غادي نصيفطو الفيشي لهاد ليماج هادي. فداك الشيء علاش سميها كما قلت لك انايا سميها ايماج هي. وهنا البليس هولدر ما كاين لا بليس هولدر لا والو، حتى لا فالور ما كاينش. بغيتي ديرها ريكوايرد ولا ديرها ماشي ريكوايرد، المهم ما خطر بلا ما نديرو ريكوايرد. هنايا اون تشينج هاندل انبوت تشينج، راه ديجا زدناها وصافي. هادشي اللي كاين كلاس فورم خليوها فورم كونترول. فدابا نشوفو ناكتواليزي ونشوفو.
فنشوف شنو غادي يعطينا. فهي انا الانبوت فاش نعزلو نكليكي على شوازير ان فيشي غادي سيليكسيوننا غير لي زيماج، ما غاديش يسيليكسيوننا شي فيشي بي دي اف ولا وورد ولا هادي، ما غاديش يطلعو في السيليكسيون. غادي يعطينا غير لي دوسي اللي فيهم لي زيماج، فهمتي؟ المهم دابا سيدي غادي ندوزو لا موديفيكاسيون، نزيدو بعدا الفونكسيون ديال لا موديفيكاسيون، فغادي نزيدوها في اليوزر اكشن تقريبا بحالها بحال الكرييت يوزر اللي هي هادي. غادي نديرو غير بعض التعديلات، بلاصت بوت غادي نديرو، بلاصت بوست غادي نديرو بوت، اما الشي الاخر غادي يبقى هو بحال الكرييت يوزر. هنايا غادي نديرو ريتورن ديسباتش، ولكن غادي نحتاجو الاخر غادي نحتاجو توكن، حيت دابا لا موديفيكاسيون خص ضروري ما تكون كونيكتي. فغادي نريكوبيريو هاد الكونفيغ هادي من هنايا، هادي غادي نسميوها ابديت يوزر، وهنايا غادي نجيو غادي نزيدو هاد الكونفيغ حيت غنحتاجوها، وهنا غادي نزيدو الكونفيغ، صيفطو الكونفيغ. هنايا عندنا اليوزر اللي غايجينا هنايا هو اللي غادي نموديفيو، وغادي تجينا ايضا التوكن، وغادي تجينا اليوزر اي دي. اليوزر هي لي دوني ديال ليوتيليزاتور اللي دخلنا في الفورم، واليوزر اي دي هو اليوزر اللي غنموديفيو، والتوكن ها هي اللي غنحتاجو هنا حسب البيرر. هنايا بلاصت بوست غادي نديرو بوت، وهنايا عندنا يوزرز خصني نشوف بعدا الروت شنو فيه، حيت الروت راني نسيت انا شنو فيه، فين هو الروت؟ اليوزر روت. فالروت عندنا بوت هذا فولو، فين هو ابديت كرييت، ما زدناش واقيلا كاع الاخر ديال الابديت. شنو عندنا؟ كرييت يوزر، ها هو ابديت يوزر، فهو كاين هنايا خص تكون عنده حتى الهاز اوتوريزيشن، هذيك اللي كنا زدنا ديال انه يكون الاي دي ديال الشخص اللي مكونيكتي هو نفس الاي دي ديال الشخص اللي كان موديفيو. فهادي هي الابديت، فعندنا يوزرز وعندنا اليوزر اي دي. فغادي نعاودو نرجعو لهنا، فعندنا يوزرز وهنايا عندنا الاي دي اللي هو اليوزر اي دي اللي جانا دابا. وهنايا غادي نديرو باكتيكس زاد من هنا، غادي نحطها هنايا نزيدو هنايا. قلنا بوت، من بعد الا كانت عندنا شي ايرور راه غادي نصيفطوها للايرور هنايا. من بعد غادي نديرو ديسباتش ابديت، فهذا حيت دابا موديفينا اليوزر، غادي نمشيو لك ابديت، وغادي نمشيو للريديوسر ديال اليوزر هنايا. فخص باش ندسباتش الاكشن يوزر ريديوسر، فدابا خصك تكون راك صافي، دابا تكون حفظتي هادشي، حيت راه ديجا تعاود وعاود تعاود وعاود تعاود، يعني ماشي شي حاجة ليه. فعندي هنا الديليت، فين هو الابديت؟ توغل ساكسيس ديليت، هاهي ابديت. فبالنسبة للابديت غادي يرجع لنا اليوزر موديفي، خصنا نروتورنيو. غادي نديرو هادشي اللي درنا هنايا، كارنت يوزر، غادي نعطيو الاكشن بوينت بريلود، فين هي ابديت؟ هي هادي. فهنا غادي نحتفظو بالستيت اللي كانت عندنا هي هي، وغنجي لهنا وغادي نموديفي الكارنت يوزر، غادي نعطيو الاكشن بوينت بريلود. فهذا ما كان. دابا غادي مازال حقا ماشي هذا مكان، مازال ما زدناش فاش نكليكيو على الفورم سبميت. دابا يلاه زدنا الفونكسيون ديال الابديت يوزر، واللي خصنا نعيطو لها فاش نكليكي على سبميت الفورم. فمازال ما اكزيكوتيناش الفانكشن، خصنا نعيطو لها هنايا اون فوا اكزيكوتي هنا، ولكن قبل ما نعيط لها كما سبق وشفنا راه زدنا داك الفورم داتا، قلنا هي اللي غادي يكون، هي اللي غادي نصيفطو فيها لي دوني. ففورم داتا هي واحد بحال اللي تقول واحد الراي، ممكن انك تقلب عليها في
طبيها في جوجل فورم داتا، هي واحد البروبرتي خاصة بالجافا سكريبت، فهي كتكون بحال الراي ولا بحال ماب، كيكونوا فيها لي دوني، فيهم الكلي وفيهم لا فالور. هكذا لا فالور، فالكلي كتكون مثلا هي النيم، ولا فالور كتكون مثلا هي سمير. فانت فاش كتبغي تريكوبيري السمية كتقول غير جيت نيم، كتعطيك النيم. فهمتي، هي بحالها بحال الماب، هاد الفورم داتا يعني. شتيها ها هي provides a way to easily construct a set of key and values. شتي، كنديرو فيها الكلي و لا فالور، و كنريكوبيريهم representing form fields، و كنريكوبيريهم من الفورم. فهمتي، الفورم و لا فالور. فالفورم مثلا ملي كنريكوبيريو حنا القيم من الفورم، كنحددو كنقولو النيم ها هو و لا فالور، مثلا الكلي ها هو و لا فالور ديالو هي هادي. فهمتي، ومن بعد غادي بها باش غادي نخدمو بها حتى باش هايشتينا، حتى باش كنريكوبيريو لي دوني من الفورم. الا كانت عندنا ايماج، حتى ليماج كتسهل انه نريكوبيريوها بالفورم داتا. فهمتي، هي دايرين هنايا ملتي بارت فورم داتا، بلا ما نحتاجو نزيدو هنايا في الفورم، نزيدو داك اونك تيب داك داشي، فالفورم داتا توفرنا هاد الامكانيه هادي. فكيفاش غادي نخدمو بها؟ فغادي نقولو يوزر، فاش يكون عندنا اليوزر بوان نيم، يكون عندنا اليوزر بوان نيم هنا، يعني نكونو دخلنا النيم في ال وتزادلنا في اليوزر اللي عندنا هنايا. فين هو اليوزر بعدا؟ ها هو اليوزر هذا. فاش يكون عندنا سيدي اليوزر نيم، غادي نقولو يوزر داتا و append شي يوزر داتا. شنو سميناها؟ سميناها يوزر داتا، صح. append شنو append؟ هي كنزيد فيها كما قلت لك، كنزيدو فيها الكلي ولا فالور. فالكلي هو النيم ولا فالور هي اليوزر بوان نيم. دابا حنا زدنا فيها القيمه الاولى، فغادي نزيدو فيها شحال عندنا؟ 5. عندنا ايميل، وعندنا باسورد، وعندنا باوت، وعندنا ايميج هي الصوره ايماج. وهنايا نفس الشيء، هنا غادي نديرو ايميل، هنا غادي نديرو باسورد، وهنا غادي نديرو باوت، وهنا غادي نديرو ايماج. فدابا حنا زدنا كاع لي دوني في داك اليوزر داتا، فدابا خصنا نديسباتشيو الاكشن. ديسباتش الاكشن اللي هي ابديت يوزر هادي. فما تنساش دير الاوتو امبورت، حيت انا دير الامبورت حيت انا راه كيدير الاوتو امبورت ها هي فين. وهاد الابديت يوزر هادي كتاخد شنو؟ كتاخد سيدي، غادي تاخد لنا شنو عطيناها؟ واش راه بعدا مريكوبيريها هي ولا ماشي هي؟ شتي، ريكوبيريها لنا من الباك اند، فكاين ايرور. معرفتش علاش ريكوبيريها لنا من الباك اند، حيت عندي داك الابديت يوزر تما. غادي نشوف، نخرج نمشي للريداكس، ونمشي للاكشنز ويوزر اكشنز. فهمت منين غادي نريكوبيريو الابديت يوزر؟ حيت هاد الابديت يوزر كما قلتلك كتاخد لي بارامتر. فاش حنايا شفنا، فدابا انت عندي هاد اليوزر، فغادي اليوزر غادي نعطيوها يوزر داتا اللي هي هاد الفورم هادي. وعندنا شنو اخر؟ عندنا التوكن غنعطيوها جو دبليو تي واحد توكن. وعندنا اليوزر اي دي، غادي نعطيوها يوزر اي دي اللي ريكوبيريناه هذا. وصافي، هادشي اللي كاين. فان فوا غادي تيكزيكيوتا، خصني نجي لهنايا بعدا. فين عندي هنايا في يوزر داتا بوان ايرور؟ الا كان شي ايرور وهنايا فاين، نشوفو بعدا تيستيو. ما عندنا بعدا حتى شي ايرور هنايا، ما عندنا حتى شي ايرور. فغادي نشوف، غادي نشوف هنايا، نهبط هبط هبط. فبغيت نشوف على حساب
احسب هنايا فين هي الابديتس، ابديت هنايا فخصنا نموديفيو حتى ولا بلاش كاع ما غاديش نحتاجو هذيك، ماشي مشكل صافي غير نكملوها هكذا. ف نصيفطو اليوزر كاع البروفيل ديالو اون فوا ايت موديفيا، الا كانت شي حاجه تزادت غادي، الا ما كانتش عندنا الايرور فين هي هنايا ولا بلات ريدايركت يوزر، فين هي ريدايركت يوزر؟ هي هادي صافي غادي نديرو غير سيت سكسس، ولا غادي نقولو اف الا ما كانتش عندنا، ما كانش عندنا حتى شي ايرور. لا لا سي دخت انا كاع الله على تلفت بالله، صافي صافي بالله نديرو غير سيت سكسس. دابا نتستاو غير على واش تستو على الاخر، انت تستو على الموديفيكاسيون واش غادي تدوز ولا ما تدوزش. عاد من بعد نشوفو، شوفو لي زيرو الا كان شي ولا شي حاجه، غنشوفو كيفاش الاخر نشوفو كيفاش نموديفيو. فغادي نجي مثلا احمدي حميد، الايميل نخليه هو هذا، المود باس نديرو شي مود باس اخر، البيو نديرو مثلا ويب تي developer from Morocco مثلا. وهنا ليماج غادي نزلو شي ايماج، شوف شي ايماج عندي هنايا نديرو هاد ليماج هادي، غادي نديرو فاليدي. فهو داني لهنا كيف كتشوف، ولان عندي شي ايرور كان نوتريد بروبرتي يوزر of undefined. فغنشوفو بعدا غير واش، شوفو بعدا غير واش الموديفيكاسيون دازت ولا ما دازتش. عاد نشوف داكشي على شنو هو الاشكال. فغادي نجي لهنا، فعندنا شي حاجة هنايا كان نوتريد بروبرتي يوزر، ولكن الموديفيكاسيون بعدا واش دازت ولا ما دازتش. موديفيكاسيون ما عرفتش واش دازت ولا ما دازتش، فغادي نديرو اكتواليزي هنايا. فهو كيف كتشوف ويب ديفلوبر فروم مروكو، ولكن ليماج ما تبدلتش. فلقيت واحد التخريجه دايرها واحد خونا هنايا، ها هو دابا وقلك بانه في الاول، حيت دابا حنايا المود باس ما كان ريكوبيريوش في الاول كيكون ما كاينش عند اليوزر، حيت اليوزر حنا اللي كان ريكوبيريو هنايا. فاش كنريكوبيريو اليوزر بالاي دي ديالو، فاحنا فاش كنريكوبيريو ما عندناش المود باس. الا جيتي هنا شفتي اليوزر ما عندناش الباسورد، فين هو؟ هنا في الكارنت يوزر وهنا في اليوزر هنايا، فما عندناش الباسورد. شتي كنريكوبيريو بلا مود باس، وهو اون فوا كيتريكوبيرا بلا مود باس فكيكون لا فالور اللي كياخدها لو شون كتكون هي انديفايند. هايا كيقولك لا فاليو كتكون انديفايند، حتى كنبداي انا نكتب في لو شون هنايا عادي هي لا فالور ما كتبقاش انديفايند. فباش نتفاداو هذا المشكل هذا كنعطيو يا اما كنقولو يوزر بحال دابا كيما داير هو هنايا، انا درت هنايا هي كنعطيو يا اما اليوزر بوان باسورد الا كان عندنا هنايا كنقول يوزر بوان باسورد او لا امبتي سترينغ، يعني يا اما كنعطيو يوزر بوان باسورد الا كان عندنا، ما كانش كنعطيو الفيد. فهذا ما كان. دابا بقى لنا نتستاو نشوفو بعدا عاوتاني واش غيدوز هادشي ولا ما غيدوزش. خانا كيبان لي المشكل ديال ليماج ما عندوش علاقه ب بالمود باس. نديرو مثلا هنايا ويب ديفلوبر، وعاد من بعد غادي نشوفو داك لارو ديريكسيون علاش ما كتخدمش. فلا نافاليدي، فدابا كيدينا، ولكن هنايا بعدا نشوفو غير الاكشن اللي تيكزيكيوتات هي ابديت. شوفو البيلود شنو فيها، البيلود فيها اليوزر كرييتد ات فولوز بين ويب ديفلوبر، المهم تموديفيا، ولكني ما عرفتش ليماج واش دازت ولا ما دازتش. غنديرو اكتواليزي نشوفو ليماج واش دازت ولا لا. فدابا هو ويب ديفلوبر، ولكني كتبان لي ليماج مازال هياتون
فنشوفو هنايا، هنا ما كاين حتى شي ايرور. عجب، العجيب العجيب. غادي نوقف نشوفو فين عاوتاني كاين المشكل ونعاودو نرجعو. نبقى هنا غير كنوقفو ونرجع. زعما لا صاحبي، لما كا اخترعت والله الا كندير شي اخطاء ما كنعرفش فين كيكون الرزيلي. فانا انت شوف شحال وانا كنقلب فين حماقيت فين كنقلب، وعيلي ما يمكنش. فين 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 الصباح وانا كنقلب، دابا راه شي قريب شي 20 دقيقة وانا كنقلب على الايرور فين كاين هو. شوف هنايا، عطي انا النيم، النيم وعطي النيم ايميل، ربما انت راك شفتيها، عطي النيم باسورد، النيم اباوت، النيم ايماج، عطي كل شيء انا النيم. فمشكل عرفتي من قبيله وانا خدام كان حمار وكنقول ويلي كيفاش ما يمكنش. الله يعفو علينا صافي. فبدل هذا الشيء، عطي النيم ايميل باسورد اباوت ايماج، حيت راني انا غلطت فيهم. حتى انا لاحظتها، حتى فاش كنت كنموديفي كندير ويب ديفلوبر البيو كيخرج لي هنا في النيم. كنقول انا كيفاش كيخرج لي النيم هنا. غادي نديرو هنا نبدلو النيم، نديرو الصمادي مود الصمادي، وهنا مثلا ويب ديفلوبر. غادي نشوفو شي ايماج كيما كانت، نديرو مثلا هادي، غنصيفطو فاليدي. فدابا هو ما تموديفيا غير هو بان لي بانه. غادي نشوفو هاد القضيه ديال الاخر، علاش ما كات مازال داكشي هو هو، ما كاين حتى شي تغيير. عجيبه هاد المساله، هادي مشكله. نبدا كنتعصب، ولا ما انبغيش نتعصب. مشكلة ايماج نيم ايميل، خافين هو داك الكونترولر هو هداك. نشوفو راني درت هنا واحد الكونسول بوان لوغر ريك بوان بادي، غنعرف بعدا شنو كيجينا. فدائما كيجي الفيد، شتي الفيد هنايا يعني. فما كيوصل والو، ولكن ما كتوصل حتى لعبه كاع، داكشي علاش ما تبدل حتى حاجه. ما عرفتش علاش ما كيوصل والو هنايا. شتي الريك بوان بادي ما فيها حتى شي حاجه، يعني كاين عندي مشكل هنا في الابديت يوزر فانكشن بوت ابي اي يوزرز. الروت هو هذا، كنا شفنا الروت ياك، ولكن هنا راه كت اكزيكيوت الاكشن. الا جيتي لهنايا هادي تشيك اوت، لا اصلا ما تاكزيكيوتش. مشكلة هادي، حمقني هذا. نشوفو اي حاجة ندخلو، ولكن هو عطينا هنا ويب ديفلوبر شتي، ولا كانت من قبل ما عرفتش. المهم غادي نديرو فاليدي بلاش من هاد بلاش من هاد، فين هو داك اللعيبة. فدابا صبر معانا وصافي، راه ما عنديش من ندير. كتشوف لي زيرور خصنا نصلحوهم وصافي، نعرف المشكل فين كاين بالضبط. غادي نمشيو دابا لكسميتو، فنحيدو داك على روديريكسيون، ما يبقاش صيفط اليوزر لكسميتو. فنعينو على ميت افيشو عندنا في الفورم، بقينا هنا يا صاف. فمازال كيدور في بلاصتو. نمشيو لهم، نمشيو لليوزرز. مشكلة نساعد الآخر، فالمشكل كاين غير في السيرفر. ها هو دابا هنايا أنا عاودت روديماريز السيرفر، فهمت علاش، ربما غير السيرفر راه هنايا أب كراشت. عاودت روديماريز السيرفر، ها هي كيف كتشوف ليماج اللي درت والسمية، هو ويب ديفلوبر. عجب، أنا نعاودو نتيستو. شتي هادي هي ليماج، هاديك هي ليماج اللي درنا. هاو نديرو هنايا ابديتد، ولا نديرو فروم مروكو. غير مشكل عندي غير في السيرفر دابا، عرفتي راه واحد الحرارة، ماشي كنبرر لك، ولكن راه فعلا الحرارة مفرطة، والبيسي عندي فاش كيتقل كيبدا كيتحرك غير باللقطات. فنشوفو انت نبدلو، نديرو حنا هاد ليماج هادي،
وغادي نديرو فاليدي. فراني حيدت لا ريديريكسيون دابا، واخا نشوف حيدتها واخا غادي نديرو فاليدي، ما غاديش يصيفطنا فين درنا فاليدي. هي هنايا اكزيكيوت اس جيت يوزرز، ولاني فاش درنا فاليدي اكزيكيوتات الابديتس كان نوت ريد بروبرتي يوزر اوف انديفايند. هادي دابا غير في كيسميتو، في عندي مشكل في النافبار، هي كاين هنايا النافبار فيها مشكل، هي في النافبار بوان جي اس، ماشي مشكل، غادي نعاودو نرجعو لها. دابا غنديرو اكتواليزي نشوفو غير واش تموديفي داكشي اللي زدنا ولا لا. فهي ليماج شتيها تبدلت، سمادي سمير هو ويب ديفلوبر فروم مروكو. فلا موديفيكاسيون دابا هي كتدوز. مهم كان عندك شي اشكال خليه في كومونتير ولا صيفطو لي ميساج. لا الموديفيكاسيون هي هادي، حيت انا الكود اللي داير هو هذا، انا دوخني الكود اللي خدمت هو هذا. انا واحد الوقيته دخلني الشك كاع في راسي، ولا كيجيب لي الله بحال اللي راني غلطت في الكود، ولا كنت خدام شي حاجه اخرى، ولا ما فهمتش. حيت انا جبت حتى الكود حطيته حدايا، حيت عارف هاد الموديفيكاسيون فيها بزاف تاع المشاكل. فجبته وحطيته حدايا غير باش نعاودو نديرو موديفيكاسيون واحده اخرى، نبدلو ليماج، نديرو هاد ليماج ديال هذا. فيلا درنا فاليدي غادي يدينا هنا، غيعطينا ايرور نتاع انه ما كاينش الاخر. ماشي مشكل، دابا ما تديش على هاد الشيء، غادي خصنا ناكتواليزيو باش يبان الجديد. من بعد غادي نريكلو داك المشكل هذاك. فهي شتيها، ها هو تبدلت. الى رجعنا مشينا للبروفيل، رحنا ديجا في البروفيل، الى مشينا للابديت غنلقاو ليماج هنايا شتيها. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا، راني طبت كاع عصبني هاد الشيء. ولكن المهم انه انا ديما كنحلف ما نوقف حتى عرفتي حتى يتيكزيكوت داك الشيء. كان شي اشكال ولا شي حاجه خلي لي في كومونتير. ودابا نصيفط لك كاع السورس كود، راه عندي السورس كود دابا نحطو حتى هو في لو ليان. الا كان شي اشكال نصيفط لك السورس كود، وشوف داك الساعه الكود اللي عندك مع اللي عندي. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم فين غنشوفو المشكله ديال داك الاخر، علاش ما كيعطينا داك الايرور فاش كنديرو لا روديريكسيون بعد ما كنموديفيو. فنشوفو في الجزء القادم.